بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الموفية 47 من سلسلة عظماء من بلاد الإسلام. ولقد طوفنا في هذه الحلقات في القديم والحديث وفي الشرق والغرب بغية إظهار عظمائنا من المسلمين الذين كان لهم أعظم وأكبر الآثار في حياة الناس عامة، والذين تركوا من الآثار ما يفخر به التاريخ، والذين ينبغي أن يمجدوا وتظهر أعمالهم وتبرز جهودهم حتى يتبعها الجيل، وحتى يتلمسها الأبناء والبنات الذين نعدهم للصلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. وهذا الرجل اليوم هو رجل صابر صادق مخلص. هذا نستطيع أن نقول إن هذه الصفات الثلاث تنطبق على عظيمنا اليوم الشيخ سعيد ابن مرزا النورسي الكردي التركي رحمه الله تعالى. ولئن قلت مرارا، وقد قلت مرارا، لئن قلنا إن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى هو الشخصية المتوازنة، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة والصابر على البلاء ويرمز إلى الثبات، والإمام الشافعي يرمز إلى الذكاء في الاستنباط والاستخراج للأحكام، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرمز إلى الفقه بمعناه الواسع الكبير، والإمام مالك إلى الرواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الجهاد والعلم وسعة الدائرة، والذهبي لجودة النقد وذهبيته وحسن التأريخ، والقاضي الفاضل لبلاغته، وكل الأعلام الذين مرنا عليهم، كل واحد نستطيع أن نعطيه وصفا. هذا الرجل نستطيع أن نعطيه وصف الصبر العظيم والإخلاص والصدق، نحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. جاء في مدة محنة عاشتها تركيا زمانا طويلا، وهذه البلاد التي كانت محضنا للخلافة ومهدا لها 5 قرون تعرضت لموجة من الإلحاد لا مثيل لها، موجة غريبة جدا. وقد تحدثت معكم في حلقة السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى كيف فعلت به جمعية الاتحاد والترقي الماسونية اليهودية، وكيف استطاعت أن تعزله، وكيف استطاعت أن تتولى مقاليد الأمور. في هذه الأوقات كان شيخنا شيخ سعيد كان ما زال شابا في أوائل عمره، وقد ولد في قرية تدعى بنورس في أقصى شرقي تركيا، جنوب شرقي تركيا، أماكن الأكراد، سنة 94 و200 و1000، وتوفي في 27 من رمضان سنة 79 و300 و1000 1379، فيكون بهذا قد عاش 85 سنة رحمه الله تعالى، أي من سنة 1876، وتوفي في 27 من مارس سنة 1960، في الرها كما كان يعبر عنها المؤرخون القدماء، وكانت كرسيا عظيما من كراسي الإسلام، وتدعى اليوم بأورفا. هذه قد شهدت وفاة الأستاذ الإمام سعيد الكردي النورسي رحمه الله تعالى. هذا الرجل عاش تلك المدة المظلمة، مدة تولي جمعية الاتحاد والترقي لمقاليد الحكم في تركيا، وعاش أيضا بعدها الحرب العالمية الأولى، وعاش زمان تولي مصطفى كمال الذي لقب زورا وبهتانا بأتاتورك، وهو رجل قد أعلن الكفر بالله العظيم صراحة، كفر بالله صراحة،
وفعل من الأفعال ما تقشعر منه جلود المؤمنين. ويستغرب المرء كيف استطاع هذا الذئب الأغبر أن يفعل في تركيا ما فعل، لكن هذا الرجل لمع ودخل معارك وانسحب أمامه الإنجليز وانسحب أمامه اليونان، فصار بطلا عظيما ومجد ورفع، واستطاع تحت هذه الهالة أن ينتزع الحكم وأن يفعل من الأفعال ما لم يفعله رجل قبله ولا رجل بعده، بحيث إنه ألغى الأذان بالعربية، وظل الأذان ينادى به على المناير باللغة التركية الجديدة سنوات طويلة جدا، إلى أن ألغي بعد ذلك ولله الحمد في زمان عدنان مندريس، وغير الكتابة بالأحرف العربية وأجبر الناس على الأحرف اللاتينية، فقطع بذلك تراث الأتراك عن أحفادهم قرونا طويلة، فما عادوا يعرفون اللغة التي كتب بها أجدادهم قرونا متطاولة، وصارت تباع الكتب العربية بالأطنان، وبعضها ذهب إلى مصانع الورق ليعاد سبكه من جديد، وانقطعت صلة الأتراك الجدد بتراث آبائهم وأجدادهم، وأجبر الناس على الزي الأوروبي، وأجبر النساء على ترك الحجاب إجبارا لا هوادة فيه، تطبيق بأحكام عسكرية لا تقبل الرحمة ولا الشفقة ولا الهوادة ولا الضعف ولا التواني، بكل ما يمكن أن يؤتاه البشر من التسلط على البشر فعل ذلك بلا تردد، ومنع الميراث حسب أحكام الشريعة وساوى بين الذكر والأنثى، ومنع الزواج الشرعي وأوجب الزواج المدني، وحرم التعدد وجعل الطلاق قيودا. باختصار ساق تركيا نحو أوروبا وطبق القانون الأوروبي السويسري بحذافيره في أوروبا، وفعل من الكفر ما لم يفعله أحد قبله ولا بعده. وقد عاش أيضا أستاذنا هذه المدة المظلمة، ثم هلك إلى غير رجعة وإلى سخط الله ولعنته سنة 1938، وجاء رجل بعده لا يقل عنه سوءا، وهو عصمة إنونو، وتولى مقاليد الحكم من 1938 إلى 1950 تحت مظلة حزب واحد فقط لا غير، وحزب الشعب، حزب الشعب في تركيا. وما جرت علينا هذه الأسماء إلا الويلات، حزب الشعب والشعب بعيد عنه، وينادون بالديمقراطية والديمقراطية أبعد ما تكون عنهم، وهذه أسماء جرت علينا ويلات كثيرة. ثم جاء عدنان مندريس وجلال بيار، كان جلال بيار ماسونيا، وكان عدنان مندريس لا يصلي، لكن كانت هذه المجموعة من جلال بيار وعدنان مندريس ومجموعة كانت قد ألفت الحزب الديمقراطي، وهذا الحزب نادى بمبادئ الحرية والتنفيس عن الشعب التركي بعد هذه المدة الطويلة. فهنا الشعب التركي انتخب في معظمه وأكثره انتخب الحزب الديمقراطي بقيادة جلال بيار وعدنان مندريس. عدنان مندريس كان رئيس جمهورية، جلال بيار رئيس وزراء، وجاء سنة 1950 يعني 1370 تقريبا. عدنان مندريس منح الأتراك حريات أو جزءا من الحريات، أعاد فتح مدارس الأئمة والخطباء ومدارس تحفيظ القرآن التي أغلقها العهد البائد، وسمح بالأذان أن يعاد مرة أخرى بالعربية، ويخبرنا إخواننا الأتراك المعمرون أنه لما سمح بالأذان بالعربية في شوارع إسطنبول وأنقرة سجد الناس يبكون في الشوارع، سنوات طويلة جدا يسمعون الأذان بالتركية وغريب عنهم. وسمح بفتح، وهذه مهمة، بفتح مسجد الفاتح الذي حوله كمال أتاتورك، حوله إلى مستودع، وأغلق مسجد آيا صوفيا وهي الآن مغلق، نسأل الله تعالى أن يفتحه من جديد. يعني فسحوا أو أعطوا شيئا من الحريات للشعب، لذلك تمسك الشعب بهذا الحزب، حزب ديمقراطي. وكان شيخنا الشيخ سعيد يوصي أتباعه بعد ذلك في المراحل الأخيرة من عمره أن ينتخبوا الحزب الديمقراطي، لأنه هو الحزب الأصلح للمسلمين، وأن حزب الشعب لو انتخب سيأتي بالشيوعية من جديد، وسيأتي بالخراب لتركيا من جديد والإلحاد من جديد،
يعني كمان أتاتورك لم يكتفي بما صنع بل فتح مدارس لتعلم الإلحاد في القرى، في القرى لأبناء القرى وبنات القرى يعلمهم الإلحاد، مدارس. فكان من حسنات مندريس أنه أغلق هذه المدارس التي تعلم الإلحاد وسمح بإدخال مناهج دينية في المدارس الابتدائية والمتوسطة. يعني صنع أشياء قد نراها نحن اليوم سهلة ويسيرة وصغيرة لكنها في حس الأتراك كانت شيئا عظيما جدا بعد سنوات القهر والظلم والظلام والإلحاد والكفر بالله تعالى. وعمل الأتراك بعد ذلك، بعد 1960 جاء الشعب، جمال غورسيل أحد القادة الضباط الأتراك عمل انقلاب على عدنان مندريس وأخذ وأعدم يعني وانتهت مدته. ومن 1960 إلى الآن الأتراك ما بين مد وجزر، والنوريون مع إخوانهم الصالحين المسلمين العاملين كل يعمل في مجاله في تركيا الآن، وأربكان جاء بعد ذلك وعمل وطلابه الآن يمسكون بزمام الحكومة في تركيا، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. هذا موجز لما مر بتركيا، موجز سريع في الحقيقة وسريع جدا لما مر بالأحوال الأليمة في تركيا في القرن الفائت. لكن إن سألت اليوم عن تركيا فهي الحمد لله اليوم يعني أفضل بكثير جدا جدا، بل لا وجه للمقارنة. ويكفي أن نعلم أن اليوم رئيس الوزراء زوجه محجبة، رئيس البرلمان زوجه محجبة، كثير من أعضاء البرلمان زوجاتهم محجبات لأول مرة في التاريخ التركي الحديث، لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث يحصل هذا، وهذا ما كان يظنه أكثر متفائلين أنه يكون. واليوم تركيا الحمد لله وجهها الإسلامي سافر وظاهر بعد أن اختبأ مدة طويلة وزمانا طويلا. فتركيا اليوم إلى خير وإلى الأحسن وإلى الأفضل بإذن الله تعالى. فهذا الشيخ المبارك ولد في مدة مظلمة وعانى ما عانى وقاس ما قاس وظلم طويلا وسجن طويلا ونفي طويلا وعذب طويلا وصبر على ما لا تصبر عليه الجبال الرواسي في الحقيقة. والصبر الذي صبره نتعجب منه، كيف استطاع أن يصبر على هذا النفي والسجن الذي سيأتي تفصيل له إن شاء الله تعالى. كان قد قضى طفولته في مناطق الأكراد طبيعي، فهو من الأكراد الهكارية، وولد لأبوين صالحين. أبوه الحاج مرزا كان رجلا صالحا وكان ورعا ولا يطعم أولاده إلا من الحلال، فكان إذا الوالد إذا أخذ الأغنام للرعي فإذا رجع يكمم أفواهها حتى لا تأكل في الطريق من مزارع غيره أو من مراعي غيره، ولا يطعم أولاده إلا الحلال المحض. وأمه نورية، وبالمناسبة هذا النور والنورية والنورس ويحيط بهم جميع الجوانب ما شاء الله. الآية التي أثرت فيه يقول الله نور السماوات والأرض، أمي نورية، رسائلي رسائل نور، قرية نور، يعني ما شاء الله يحيط به النور من جميع الجوانب، وهذه نعمة. وأمه نورية، هذه الأم كانت صالحة، تقول ما أعلم أني لم أقم الليل مطلقا إلا في أيام عذري، طول أيام تقوم الليل. وكانت ترضع أولادها على طهارة وكانت تديم الطهارة رحمها الله تعالى. وهذه أم صالحة وذاك رجل صالح فأنجبا هذا الولد الصالح، هذه يعني شجرة طيبة أنبتت طيبا ولله الحمد. وبديع الزمان، وهذا لقب لقب به بديع الزمان بأي معجزة الزمان، وذاك لأنه كان أظهر ذكاء عجيبا وقدرة هائلة على الحفظ منذ صغره، ولم يبلغ 15 من عمره إلا وصار يناظر العلماء ويجادلهم. وبالمناسبة الجدال في حياة النورسي شيء أساسي، لأنه كان قد نذر حياته لجدال الملحدين والمتشككين والذين يطعنون في القرآن ويطعنون في الإسلام، فكل حياته جدال وكل حياته نقاش وكل حياته محاورات، فهو رجل قدير. ولعل الله تبارك وتعالى رزقه هذه القدرة منذ صغره ليهيئه عند كبره لمناقشة الملحدين والضالين والمتشككين عبر رسائل النور كما سيأتي. فرزق موهبة النقاش والجدال وإفحام الخصوم عن طريق المناظرات. وقلت لكم ما بلغ 15 من عمره إلا وقد حفظ شيئا عظيما وطلع على أشياء كثيرة. يكفي أن تعلم أن أستاذه أراد أن يمتحنه فقال له إذا كنت ذكيا اقرأ سطرين من مقامات الحريري. مقامات الحريري عمل أدبي،
فإذا اقرأهما لأول مرة وإذا حفظتهما تكون ذكيا. فقرأ له ورقة كاملة من مقامات الحريري أول مرة وحفظها وسمعها لأستاذه، وحفظ جمع الجوامع وهو كتاب في الأصول صعب، حفظه في أسبوع، وحفظ القاموس المحيط حتى وصل إلى حرف السين عن ظهر قلب، وحفظ كتبا في الفقه والحديث والتفسير، وكان حفظة عجيب الحفظ، وهذا في المتأخرين قليل وعجيب ونادر، لكن الله تعالى رزقه موهبة الحفظ العجيبة. ولما بلغ 18 من عمره اجتمع عليه العلماء والناس وهو في هذه السن المبكرة، ولقبوه ببديع الزمان وأعجبوا أيما إعجاب بعلمه. وكان قد انتقل إلى منطقة تسمى وان في شرقي الأناضول، منطقة وان هذه بقي فيها 15 عاما يدرس العلوم، ثم انتقل بعد ذلك إلى إسطنبول. وقضية تنقلات هذا الرجل أيضا من صفاته العجيبة أنه قضى حياته في تنقلات ما بين دعوة وسجن ونفي وتحركات، يعني طول حياته يتنقل ويسير المسافات الهائلة وهو صابر محتسب على وجه عجيب. وأيضا الأمر العجيب أنه لم يظهر منه ملل ولا ضجر طيلة حياته، ولم تسمع منه كلمة ملل أو ضجر لطلابه، بل كان يطمنهم ويثبتهم في ظل الأحوال القاتمة. وأنا أقول دائما لإخواننا، أنتم تعملون في مناخ كل ما فيه يقول المستقبل لهذا الدين، إن هذا الدين قادم، إن الإسلام قادم، إننا سنصلي في بيت المقدس إن شاء الله، كل ما في هذا الزمان يقول هذا. وهم كانوا يعملون في وقت كل ما فيه يقول إن الإسلام قد انتهى، وإن الدين قد تلاشى وضعف، وإن المسلمين لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. في ذلك الوقت كانوا يعملون، والذي يعمل في ذلك الوقت ليس كمن يعمل في هذا الوقت، الذي يعمل في وقت كله ظلام ليس كمن يعمل في وقت كله بشائر وكله أمل، الفارق عظيم يا إخوة. ومع ذلك كان رحمه الله تعالى ثابتا يوصي أتباعه بالصبر والثبات على وجه لا يعهد كثيرا في المتأخرين. وكان عالما عاملا، إذ أكثر العلماء في تركيا وفي العالم الإسلامي ليس فقط في تركيا، يعني كانوا خامدين هامدين مستسلمين لما يجري حولهم من أحداث، ويرون أن الأحداث أكبر منهم وأعظم ولا يستطيعون مقاومتها ولا يستطيعون مواجهتها ولا مجابهتها، وأن الأمر أكبر وأعظم. بينما ثلة من علماء وقليل منهم قام وتحرك وبذل وأعطى ونشط وضحى بحياته وأعطى كل ما عنده، ومنهم كان بديع الزمان سعيد رحمه الله تعالى، كان منهم من العلماء الذي لا يرضى أبدا أن يمكث ولا أن يجلس ولا أن يستسلم للمقادير والأحداث والأمور إلا من باب طمأنة القلب، لكن الحركة والنشاط عنوانان كبيران في حياته رحمه الله تعالى. لما جاءت الحرب العالمية الأولى وجمعية الاتحاد والترقي ورطت تركيا في الدخول مع ألمانيا لتقضي على البقية الباقية من الدولة العثمانية، لما جاءت الحرب العالمية الأولى برز كمجاهد، لأن هناك كان قبل ذلك متعلما ثم مدرسا، لكن الآن وقت جهاد، والروس زحفوا إلى بتليس، وبتليس محافظته التي فيها ولد وفيها عاش وفيها، فزحفوا على مناطق الأكراد وأرادوا أن يأخذوها، فوقف وقفة الأبطال مع 3000 من المجاهدين، واستطاع أن يذيق الروس الويلات، لكن الروس كانت أسلحتهم حديثة وحركتهم واسعة والجيش عدده كبير جدا. في النهاية أسر بديع الزمان، أسرة مجموعة، وأخذوهم إلى أقصى شمال شرق روسيا، وجرت له عجائب هنالك، حيث مكث 2 وشيئا في الأسر، وأخذ في ظروف قاسية جدا وفي الشتاء الصعب، وشتاء روسيا صعب للغاية، ومكث هنالك 2 وشيئا في الأسر. مر رجل اسمه نيقولا، نيقولا هذا خال القيصر والحاكم العام لتركيا، يعني يلقب بالقيصر، قبل الثورة الشيوعية البلشفية سنة 1917، أسر سنة 1916، فمر يعني 1335 تاريخ العربي، سامحوني التواريخ بين العربي والميلادي هكذا تتردد.
فمر القيصر هذا نيقولا، أخال القيصر هذا نيقولا والقائد العام للقفقاس أو القوقاز، فهو رجل كبير في قومه وضابط مقدم كبير جدا، مر على الأسرى فإذا كلهم يهبون قياما، أما بديع الزمان فظل جالسا. الرجل تحجب ذهب قال لعل له عذر، لعل له عذرا، رجع مرة أخرى فإذا به جالس، قال لما لا تقوم لي وقد قام الأسرى كلهم؟ قال أنا رجل عالم وأنا رجل مؤمن، وأنتم الإيمان عندكم ضعيف، ولا يصح أن يقوم رجل مثلي لمثلكم. يعني تصور رجل أسير معرض لأي وقت للإعدام يواجه خال القيصر والقائد العام لقوات القفقاس بهذه المواجهة. يعني هذه الأمور نتكلم بها الآن نحن، لكن في الميدان وفي المواجهة ليست سهلة، وهذا يدلك على شخصية الرجل، شخصية مجابهة، شخصية قوية، شخصية صلبة، فيها حب الجهاد وحب العزة والكرامة، يتضح ذلك حتى في غضون محاكماته التي يعني أدهش الناس بها في المحاكمات، وماذا كان يقول في المحاكمة للقضاء بعد ذلك في سجنه في تركيا. فثار القيصر وقال تتهمنا بعدم الإيمان وهذه إهانة، وأنت لا تقوم لنا، فهذه ليست إهانة لي بل إهانة للقيصر ولروسيا كلها، وطلب تأليف محكمة عسكرية لمحاكمته، فحكمت عليه بالإعدام مباشرة. ثم القضية، فجاء إليه الأسرى، ليس فقط الأتراك بل أسرى الأتراك والأسرى الألمان والأسرى النمساويون، يعني كل هذه حلف واحد كانوا ضد روسيا وضد فرنسا وبريطانيا. فجاء إليه الأسرى من جميع الأجناس يرجونه وكانوا يحبونه، اعتذر لنيقولا حتى يفك أسرك، رفض. ولما سيق إلى ساحة الإعدام وجيء بالجنود ومعهم البنادق ليعدموه، طلب أن يصلي، فظل 15 دقيقة ساجدا ويصلي خاضعا، يعني منتقلا للدار الآخرة. فتعجب هذا نيقولا القائد العام للقوات الروسية وتقدم إليه وقال له كنت أظنك تريد إهانتنا، لكن لما رأيتك تصلي هذه الصلاة ورأيت إيمانك وخضوعك علمت أنك رجل صادق وأنك لم تقصد إهانتنا، وعفى عنه في ساحة الإعدام. سبحان الله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والرجل يعني كان ذاك الوقت ما زال لم يبلغ 40 رحمه الله تعالى، وقد عاش 85 سنة كما قلت لكم، عمر مبارك مديد قضاه في الجهاد والتعليم رحمه الله. بعد ذلك صارت فوضى عامة في روسيا بسبب الثورة البلشفية والإعدامات والقتل، استغل الفرصة وذهب سيرا على الأقدام من أقصى شمال شرقي روسيا إلى ألمانيا إلى إسطنبول في أقل من 2 شهر سيرا على الأقدام، وهذه المسافة عادة لا تقطع إلا في سنة، يعني مسافة هائلة جدا جدا للغاية، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له وسهل وجاء إلى إسطنبول سنة 1918. فما إن علموا بقدومه إلا واستقبله كبار القوم في إسطنبول وفرحوا به، وذاك لأنه طبعا قلت لكم هو مشهور منذ قبل الأسر بمدة بالعلم الواسع وتضلع من العلوم، ومشهور بهذا معلوم حاله، وحتى مشهور ليس فقط في الأناضول شرق الأناضول في مناطق الأكراد بل حتى في عموم تركيا اشتهر قبل الأسر. فلما أسر تحسروا عليه، لأن الذي يؤسر يعني أغلب الظن لا يعود، فلما عاد فرحوا به أيما فرح، ومكث في إسطنبول 3 سنوات. كان له أحداث في إسطنبول عجيبة، منها أن الإنجليز طبعا كانوا قد دخلوا إسطنبول واحتلوها، الإنجليز مع اليونان، لأن اليونان هناك عداء قديم جدا ما بين اليونان وبين تركيا، فدخل اليونان بمساعدة الإنجليز إلى إسطنبول. حاول الإنجليز في دخولهم أن يثيروا الفتن ما بين المشايخ كعادة الإنجليز، يعني فرق تسد، سياسة فرق تسد ما بين المشايخ وما بين السياسيين حتى يضمنوا البقاء. لكن بديع الزمان تنبه رحمه الله تعالى، ألف كتابا اسمه الخطوات الست. الخطوات الست هذه استطاع بهذا الكتاب، وربما يعجب إنسان كيف يستطيع بكتاب أن يواجه الاحتلال الإنجليزي، لكن فعلا استطاع بهذا الكتاب أن يفضح مخططات الإنجليز واليونان وأن يبين عوراتهم وأن يبين مكايدهم، وتنبه الناس ووقف هذا الكتاب صخرة صلبة أمام الإنجليز واليونان. لذلك غضب القائد العام الإنجليزي منه لما دخل وطلب أن يدل عليه،
وطلب أن يحاكم، فعلا حكم وحكم بالإعدام، لكن تراجع القائد العام الإنجليزي لأنه شعر أنه لو حكم عليه بالإعدام غضب الناس في الأناضول فعفى عنه بعد ذلك. لما دخل مع الإنجليز دخلت الكنيسة الأنجليكانية، وكانت قساوستها كانوا متعصبين وطلبوا على وجه الاستهزاء من دار الحكمة الإسلامية، وكانت في إسطنبول، وكان بديع الزمان عضوا فيها، لما جاء من الأسر رحبوا به وفرحوا وجعله القائد العام التركي العثماني عضوا في دار الحكمة الإسلامية، وهي دار فيها مجموعة من العلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فجعلوا عضوا فيها. فجاء القسيس المتعصب رئيس الكنيسة الإنجليكانية، دخل مع الإنجليز في احتلال إسطنبول وطلب أن يجاب على أسئلة معينة، طلب بصلافة بغرور أسئلة معينة أن يجاب عليها بحدود 600 كلمة فقط، وكانت أسئلة فيها صلافة وطريقة رجل فيها غرور وصلافة. طبعا بديع الزمان فيه قوة، فأحالت دار الحكمة الأسئلة على بديع الزمان، قال هذه لا يجاب عليه لا ب600 كلمة ولا بست كلمات ولا بكلمة، إنما يجاب ببصقة في وجهه. هذا العزة الإسلامية والقوة الإسلامية التي لابد أن تظهر أمام هؤلاء المتعصبين الكفار. ومكث كما قلت لكم في إسطنبول 3 سنوات، وهنا قرأ في جريدة ذات يوم، وهذه كانت فاصلا كبيرا في حياته، أن أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني مشهور جلادستون أمسك بالقرآن في مجلس العموم وقال، وكان هذه في زمان الشيخ سعيد بديع الزمان في أيامه في إسطنبول جرت الحادثة في مجلس العموم البريطاني، رفع المصحف وقال لن يقر لنا قرار ما دام هذا في ديار المسلمين، وأمسك بالمصحف. الحمد لله اعترفوا بهذا، أن هذا المصحف عظيم وحيوي ورائع وكلام الله تعالى جليل ومحرك للمسلمين، اللهم لك الحمد. فهنا يقول أثرت في هذه الكلمة تأثيرا عظيما، ونذرت حياتي فيما بعد للقرآن وتعليمه، يعني يقول أثر في هذا أثرا عظيما جدا. سبحان رب كلمة يأتي بها أحد الأعداء تؤثر في المسلمين وتذكي حميتهم وتحركهم من العمل والجهد والنشاط. طلبه مصطفى كمال، وكان ذاك مصطفى كمال بزغ نجمه واستطاع أن يستولي على مقاييد الأمور الفعلية، وكان السلطان لعبة في إسطنبول يحركونه كما يشاءون، وهذا رجل في أنقرة وعمل مجلس النواب وأمسك مقاييد الحكم. فطلب هذا مصطفى كمال الهالك، طلب سعيد بديع الزمان الشيخ سعيد النورسي طلبه إليه حتى يكافئه بسبب كتاب خطوات الست وسبب الأسر وما جرى منهم بطولات في وان هنالك في شرق الأناضول بسبب فعلته مع الإنجليز، يعني سمعته رائعة، فطلب أن يكافئه في البرلمان. لكن الرجل عندما ذهب إلى البرلمان وجد أن روحا خبيثة تسري في أعضاء البرلمان، وجد إلحادا، وجد ترك للصلاة، وجد تركا للصلاة، وجد أمورا بعيدة عن الإسلام، فشق عليه الأمر، فكلف جنرال اسمه كاظم بكر أن يتلو على أسماع البرلمانيين مقالة كتبها بديع الزمان وحثهم فيها على الإسلام وعلى الصلاة. سبحان الله، الرجل هذا يعني يبدو والله أعلم أن فيه إخلاصا عجيبا، لأن كلماته تؤثر تأثيرا كبيرا، بينما هو باعتراف الأتراك أنفسهم لم يكن في المرتبة العليا من البلاغة، يعني كلماته لم تكن بليغة جدا، فالرجل نصف أمي، يعني كتابته ضعيفة وكذا، لكن الكلام إذا كان فيه حرارة الإخلاص وكان فيه حرارة الإيمان وكان فيه صدق يؤثر تأثيرا عظيما. وهؤلاء يعني شبه ملاحدة ومتحررون من قيود الشريعة ومعاندون، من سمعوا هذا الكلام تأثروا، وعاد منهم 50 إلى 60 نائبا للصلاة حتى ضاقت بهم غرفة الصلاة في البرلمان. هذا يدلك على إخلاص عجيب وتأثير كبير. ناداه مصطفى كمال وقال له نحن جئنا بك لنستفيد منك وجئنا بك لنسمع منك، فإذا بك أول ما تصنع بذرت بذور الخلاف بيننا. قال ماذا صنعت؟ قال أمرتنا بالصلاة وهذه بذور خلاف بين أعضاء البرلمان، وهذا أمر يعني تافه ويسير وكذا. غضب بديع الزمان، وذاك الوقت مصطفى كمال كان يعني هو الرقم الأول، غضب بديع الزمان
وأشار بإصبعه في وجهه قال له: باشا باشا، إن أعظم حقيقة بعد الإيمان في ديننا هي الصلاة، وإن تارك الصلاة خائن، وإن حكم الخائن مردود. هكذا بقوة واجهه. فاضطر مصطفى كمال إلى أن يعتذر وأن ينهي المقابلة سريعا ويكف عن النقاش معه. ومجابهة هذا الرجل بهذا الكلام أمر صعب، لكن قلت لكم رجل جبل على القوة والعزة والكرامة لا يستطيع غير هذا. هنا عرض عليه مصطفى كمال أن يكون واعظا عاما في أنقرة ومناطق شرق الأناضول، وأعطاه راتبا ضخما وفيلا حديثة يسكنها رجل شديد الفقر. وبالمناسبة هذا الرجل لم يقبل هدية في حياته، حتى عندما أحد تلاميذه جاء له بجوارب هدية وقال له: قد غزلتها بيدي وأعطيها لك والبرد شديد وكذا، قال: قد تقبلتها منك ولكن البسها أنت، البسها أنت، أنا ما يقبل من أحد شيئا. وكيل وزارة المعارف الباكستانية زار إسطنبول وكان معجبا بها أيام إعجاب، وطلبه إلى باكستان، قال: عوض أن تظل هكذا بين سجن ونفي وتشرد ومنفى، تعال إلى باكستان ونحن نكرمك ونحن نعطيك ونحن. وعرض عليه مبلغا كبيرا من المال هدية، رفض الهدية ورفض أن يذهب إلى باكستان معززا مكرما، وقال: إن الإسلام خرج من هنا، يقصد الخلافة، وإن الإلحاد خرج من هنا، ولا بد أن أجلس، وإن تركت تركيا وذهبت إلى باكستان ستكون خيانة، لا بد أن أبقى هنا في هذا البلد وأبذل كل ما عندي. وهذا أيضا يدل على نظرة ثاقبة، ما كان يقبل من أحد شيئا، وكان صاحب اقتصاد ونفقات قليلة جدا إلى وجه عجيب. رفض هذا العرض من مصطفى كمال لأنه كان يدرك أنه إذا قبل هذا العرض سيكون تحت قبضة مصطفى كمال، أنه لا يستطيع التحرك والأمر ما ينبغي هكذا، فرفض هذا العرض وذهب إلى وان واعتزل. العزلة هنا كانت ممهدة بعد ذلك لما يسمى بسعيد الجديد. هو سمى نفسه، قال: هناك سعيد القديم وسعيد الجديد. سعيد القديم كان يختلط بالناس وكان يعمل كل ما في وسعه ويجاهد ويعمل بالسياسة ويتحرك ويجابه الإنجليز ويفعل كل هذا. الآن مع هذا الإلحاد الفاشي، مع هذا الحكم الطاغي، لابد يكون هناك سعيد جديد. إيش يعني سعيد جديد؟ يعني أن يكون هنالك عزلة، أن يكون هنالك تفكر كبير فيما يمكن عمله، أن يكون هناك تفكر في تحويل هذه الكلمات النورانية الرائعة كتاب الله تعالى، كيف يحولها لمنهج حياة بين الناس. في هذه الأثناء في عزلته في وان ظهرت ثورة الشيخ سعيد الكردي. سعيد الكردي رجل ثار في بيرلا وفي مناطق الأكراد على حكم أتاتورك، وأن هذا حكم مصطفى كمال، أنا لا أحب أتاتورك هذه الكلمة، حكم مصطفى كمال. ثار عليهم ثورة هائلة وعظيمة، وطلب من سعيد شيخ بديع الزمان أن يساعده. شيخ بديع الزمان فكر وقال: إن أنا ساعدت هذا الرجل وقضي على ثورته وقضي عليه، قد يقضى على الإسلام تماما في تركيا، فمن الأفضل ألا أساعده الآن. وهذا الذي حدث، دخل الشيخ سعيد في مواجهة غير متكافئة طبعا، أرسل مصطفى كمال مجموعات هائلة من الجيوش وكذا، قضت عليه وشنقت سعيدا الكردي وسبعة واربعين من أتباعه، وفعلوا بالناس الأفاعيل وفي مناطق شرق الأناضول، وأخمدوا الثورة إخمادا وحشيا همجيا صعبا. هنا مع أنه اعتزل، مع أنه كان في مغارة، مع أنه كان بعيدا، مع أنه دخل عليه الجنود وأخذوه إلى منفى بعيد. وهذه طبعا سلسلة، بدأت هنا سلسلة المحن تحيط بهذا الأستاذ. هذا المنفى كان في بارلا. بارلا مكان بعيد منعزل في وسط الجبال وموحش مقفر، مكث فيه 8 سنوات ونصف. 8 سنوات ونصف في هذا المكان الموحش المقفر، لا يقترب منه أحد، ولو اقترب منه أحد لأنه مراقب مراقبة شديدة جدا، وكان منفيا معتزلا للناس. في هذه الأوقات الله سبحانه وتعالى سخر له هذه المنحة التي في ثنايا محنة، هي صورتها محنة لكنها منحة، ومنحة جليلة، ليتفرغ لكتابة أو إنشاء ما يسمى برسائل النور. كان قد رأى مناما في أنه واقف تحت جبال عظيمة اسمها جبال أرارات، وأنا بجواري والدته. والدته بالمناسبة ما رآها منذ كان عمره 9 سنوات، انقطع العهد به مع والدته، فلم يعد ما عاد رآها بعد ذلك، لأنه ساح في الأرض وذهب، ثم والدته ماتت بعد ذلك فما رآها.
فرأى نفسه بجوار والدتي وأن الجبل هذا انفلق وصار يخرج صخورا ضخمة كالجبال، وأن والدته خافت، فقال يا أمي لا تخافي إنه رب رحيم حكيم. ثم قالت له، خرج صوت في أثناء هذا وقال له يا سعيد بين إعجاز القرآن. تأثر بهذا، إضافة إلى تأثره بمقولة جلادستون، هنا فعلا نذر، ابتدأ ونذر حياته ليكتب الرسائل الموضحة لإعجاز القرآن. كان يكتبها بالحروف العربية وباللغة العثمانية، تعلمها في وان، ما كان يعرف اللغة العثمانية، كان يعرف الكردية، تعلم العثمانية في وان، وكتب بها بالأحرف العربية رسائل النور. قلت لكم كتابته كانت، يعني خطه كان رديئا، كتابته ضعيفة، فكان يملي على تلميذ عنده، كان يأتيه خلسة بعيدا عن الأعين، يملي عليه هذه الرسائل. بلغ عدد رسائل النور 30 و100 رسالة، 130 رسالة كتب قرابة 80% منها في بارلا في منفاه لمدة 8 سنوات ونصف. كتب هذه الرسائل بحرارة، حرارة الإيمان، وبقوة وصدق وإخلاص. لذلك كانت هذه الرسائل مفعول عجيب. طبعا هذه الرسائل كانت تتناقل سرا لخطورتها، وقد تعجب تقول إيش الخطورة في رسائل كتبها رجل منفي وتتحدث عن القرآن ونور القرآن. لكن مصطفى كمال كان ينشر الإلحاد، وكانت سياسته إلحادية، فلا هذا الرجل سياسته إيمانية، هو يثبت الإيمان ويعيد الإيمان للصدور مرة أخرى بهذه الرسائل، وهي رسائل تدور حول القرآن ومفاهيم القرآن ونور القرآن. كانت تتداول سرا بين أشخاص معدودين في البداية، ثم إن الله تعالى أيها الإخوة كيف يسخر الناس في ظروف بالغة الصعوبة بالغة القسوة. كان مجرد المناداة بكلمة الإسلام جريمة في تركيا، كان مجرد أن تقول شيئا عن الإسلام جريمة في تركيا، مجرد أن تلبس شيئا يدل على الإسلام جريمة في تركيا. كيف تريد أن تدعو إلى الإسلام أصلا؟ كيف تريد أن تقاوم الإلحاد أصلا؟ ما يمكن. لكن العجب، كل العجب من هذا الرجل في منفى بعيد جدا في أقصى شرق تركيا يكتب هذه الرسائل، يسخر الله له من يقتنع بفكره من طلبته، ويكتبون هذه الرسائل ويظلون سنوات يكتبون بخط اليد، لأن المطابع صارت تكتب بالأحرف اللاتينية، فما عاد أحد يكتب بالعربية، وهو يعني يكتب بالعربية. فصار طلابه الذين اجتمعوا حوله كانوا قلة في البداية، ثم عظموا وكثروا، صاروا يكتبون، وبل بقي بعض طلابه سنوات طويلات في البيوت يكتبون الرسائل سرا ويوزعونها في أنحاء الأناضول، ثم في أنحاء أنقرة، ثم إلى اسطنبول، ثم انتشرت إلى خارج تركيا بجهود، بفضل الله تعالى، ثم بجهود طلاب يكتبون في البيوت. وبلغ عدد الرسائل المكتوبة بخط اليد 600,000 رسالة، 600,000 نسخة يعني من رسائل النور. لكن تخيل هذا العدد، وينتشر، وليهدي الله تعالى به قرابة 500,000 من الأتراك الذين كانوا معرضين للإلحاد وللفوضى وللهجمة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين آنذاك. فالقضية قضية خطيرة وقضية صعبة جدا، نحن الآن ما نتخيلها نحن، لكن نتخيل الأتراك الذين عاشوا في الظروف الصعبة بالغة القسوة. فهذا المنفى كان عجيبا، وكان منحة ليكتب هذه الرسائل وينشرها. ثم بعد ذلك أخرج من منفاه هذا، ثم سيق إلى محاكمة، ثم يتلوها منفى، ثم محاكمة، وهكذا إلى نهاية حياته. يعني مثال، أخذوه إلى قسطموني وهي أقصى شمال تركيا في البحر الأسود، وجعله بيتا من مخفر الشرطة حتى لا يتحرك أبدا، وبقي في قسطموني 7 سنوات في منفى صعب. يعني بعد 8 سنوات ونصف راح مكث 7 سنوات في قسطموني، ثم أخرج، ثم سيق به إلى محاكمة في إسطنبول لمدة 9 أشهر. ليش المحاكمة؟ تصوروا، لأنه كتب رسالة سرا يثبت بها وجود الله، فعملوا له محاكمة في 1943. من يتخيل أن هذا يكون في عاصمة الخلافة؟ من يتخيل أن هذا يكون في بلد الفاتح؟ ما أحد يتخيل، لكن هكذا قدر وهكذا كان. وسيق من محاكمة إلى أمير داغ منفى، ثم إلى أفيون، 20 شهرا يسجن في أفيون ليخرج سنة 1956.
لكم أن تتصوروا هذا الرجل عاش شتاءين في شقاسيين جدا في أفيون في زنزانة مكسورة نوافذها تهب عليه الرياح والثلوج، وهو رجل بلغ 75 من عمره عنده أمراض كثيرة، مع ذلك ما رحموه. يعني الرحمة والقسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. رجل عمره 75 سنة يعني شبه مقعد، مريض، في أمراض كثيرة، ضعيف البنية، يعني ماذا تريدون منه؟ لا يشتغل بالسياسة، يتحرك تحركات إيمانية محضة، ما له علاقة بالعالم الخارجي، ماذا تريدون منه أيها الناس؟ لكن يعني هكذا وصل الإلحاد وعظم الإلحاد وتأثير الإلحاد في تركيا آنذاك، حتى نفهم يعني ونقارن كيف الإسلام اليوم في صحوة، لله الحمد، كيف المسلمون اليوم في صحوة عظيمة، اللهم لك الحمد والشكر. يعني سمم في سجن أفيون، ما اكتفوا بأنه في شتاء وصعوبات وأنه ما كان يأكل، وأصلا طبيعته قليل الأكل جدا، ما كان يأكل إلا شيئا قليلا، سمموه في أفيون حتى كاد يموت. وبلغ عدد المرات يعني اختلفوا هل هي 13 مرة سمم أو 15 مرة على مدار حياته الحافلة بالجهاد والعمل. تصور رجل مسكين مثل هذا يسمم من 13 مرة إلى 15 مرة حتى كاد يموت في أفيون، لولا أنه امتنع عن الطعام في حمية طويلة لمدة أسبوع فعافاه الله تعالى وشفاه. خرج من أفيون سنة 1956 ليقضي باقي حياته متنقلا أيضا، وما رحموه حتى عندما ذهب إلى أورفا ليموت في رمضان سنة 1969، جاء مهرولا الحاكم العام وطلب منه الخروج، قالوا كيف يخرج هذا، جاء يعني في ظروف بالغة الصعوبة من مكان بعيد 24 ساعة بالسيارة في الثلوج والشتاء، بقي في الفندق مريضا درجة حرارة عالية لا يكاد يتحرك، قال لابد أن يرجع من حيث أتى، ما يمكث في أورفا أبدا، يعني كأنها تقول قنبلة ذرية ومشكلة ضخمة. لكنهم أصروا، وحتى صاحب الفندق صار يصيح قال هذا ضيفي كيف تخرجونه من الفندق، أصروا أن يرجع مرة أخرى، لكن الله تعالى رحمه وتوفي بعد يومين رحمه الله تعالى. تصوروا أنه في بعد وفاته مباشرة حل الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مدريس وجلال بيار، وأعدم عدنان مدريس وظهرت الأحكام العرفية أعلنها جمال قرسل، وجاءوا بأخيه، له أخ اسمه عبد المجيد، جاءوا به وقالوا له يجب أن نخرج جثة أخيك من أورفا، يعني حتى بعد الموت ما رحموه، يعني تصوروا يعني حتى وهو ميت قال لابد أن يخرج، ينفى وهو ميت، يعني هذا الرجل 20 سنة منفي أو 20 سنة سجون ما يكفي، بعد أن مات ودفن بأيام جاءوا بأخيه وقال لابد أن ننفيه مرة أخرى، فأين؟ قال إلى جهة غير معلومة. فبكى أخوه ما في فائدة، يعني يبكي أو لا تبكي لابد أن نخرجه. فجاءوا وحطموا القبر، فقال أخوه وجدته كما هو ما تغير، سبحان الله. قال أخذناه بسيارة إسعاف وأعلنت الأحكام الطوارئ ومنع التجول في أورفا، أي الرها، أورفا يعني الرها، أعلن منع التجول وأخذ إلى جهة غير معلومة ودفن، إلى اليوم لا يعلم أحد أين دفن إلا الله سبحانه وتعالى. يعني تصوروا حتى ما رحموه بعد وفاته. هذا الرجل كان له أثر كبير. مريم جميلة، ومريم جميلة هذه امرأة عجيبة وعجيبة جدا، ولعلي أفكر إن شاء الله أن أريد سيرتها بعد ذلك. هذه امرأة ولدت لأبوين يهوديين من يهود نيويورك، وهي أسلمت أيضا في ظروف عجيبة وذهبت إلى باكستان، ناداها المودودي تذهب إلى باكستان وبقيت هناك وزوجها أحد تلاميذه المودودي. قصة عجيبة، تقول إن بقايا الإيمان في تركيا بقيت نتيجة لجهود المثابرة التي قدمها بديع الزمان النورسي، وهذا كلام صحيح، وهذا كلام صحيح، فإن الإلحاد كاد يدمر كل شيء في تركيا. الله سبحانه وتعالى سخر هذا الرجل الضعيف، ضعيف البنية، الذي ليس ذا نسب وحسب في بلاده، وإن طبعا هو قيل أنه ينتسب لآل البيت، لكن أقصد ليس صاحب أسرة كبيرة، ليس صاحب غنى، ليس صاحب مال، رجل فقير ضعيف، سخره الله تعالى في ظروف بالغة الصعوبة ليؤدي مهمة ليس لها نظير. مقابل مهمتها أيها الإخوة ما تزوج، على سبيل المثال يعني عاش 85 سنة ما تزوج، فلما سئل قال كيف تزوج وأنا ما بين سجن ومنفى وتضييق وتشديد، كيف تزوج والقانون قانون عدم الحجاب في تركيا ولا يهون عليه أن يرى زوجه غير محجبة،
كيف أتزوج والتضييق الشديد وما أضمن أهلي ولا أسرتي؟ ثم قال نقطة مهمة جدا، قال كيف أتزوج وأنا أرى العلماء يمتنعون عن قول كلمة الحق بسبب زوجاتهم وأولادهم؟ هذه مصيبة، أن الحاكم يضغط، الحاكم الظالم يضغط على العلماء ويضغط عليهم بأرزاقهم حتى لا يقولوا كلمة الحق، ويضغط عليهم بأهلهم وأولادهم حتى لا يقولوا كلمة الحق. فقال ما يمكن أتزوج بهذا، ما يمكن في ظل هذه الظروف أن أتزوج وأقدم كل جهودي لدعوتي. هذه الجهود وهذه الدعوة، هل نسي الله تعالى له ذلك؟ حاشا لله، معاذ الله. فالله تعالى أعلى ذكره ورفع قدره بعد وفاته، وسخر له طلبة عجيبين يكونون معه. يعني يا إخوة، في المحاكمات التي عقدت له، عقدت له عدة محاكمات، يعني محاكمات كثيرة في إسطنبول، في أفيون، في كل مكان عقد له محاكمات. في المحاكمات هذه كان يتعجب القضاء والمرافعون والمدعون، يتعجبون من قوته في المحاكمة. يقول كلاما عجيبا، يقول كلاما ربما لا يكون كلام هذا يعني فصيحا بليغا، أعني وفصيح، فصيح وفصيحا جدا، لكن فيه صدق وقوة وحرارة. بعض في بعض محاكمة المحاكمات بعض القضاة الذين حاكموا قلبوا تلاميذ له بعد ذلك، مؤيدين. ونحن حتى نعرف إيش يعني تلاميذ مؤيدين، يعني يكلف ذلك من يدعي ذلك الوقت أنه تلميذ لبديع الزمان، يكلفه سجنا طويلا، يعني حتى لو كان قاضيا، حتى لو كان مهما كان أي إنسان ينطق بأي كلمة عن الإسلام سجن طويل وتشريد ونفي ويفعلون به الأفاعيل. فالقاضي إذا اتبع بديع الزمان لك أن تعلم إذن كيف تؤثر حرارة الكلمات فيه. وعندما يسجن أو يحاكم تظن أنه يسجن وحده ويحاكم وحده، أبدا، كان يسجن معه طلابه. يعني في إحدى المرات أخذوه وسجنوا معه 26 و100 من طلابه، 126 طالب سجنوا معه، رفضوا إلا أن يكونوا معه. في أفيون في البرد الشديد وفي لما يأتيه الطلاب حتى يحطوه ويعنوا به، من يقترب منهم الطلاب يضرب، يضربونه بالعصي حتى لا يقتربون من أستاذهم، ظلم شديد. لكن الله رزقه بطلاب مخلصين، عوضه سبحان الله عن الزوج وعوضه عن الأولاد بطلاب مخلصين غاية الإخلاص كانوا معه. وبعد وفاته، وهذه المهمة، تولوا هم بأنفسهم المهمة وأكملوها ونشروا رسائل النور، وكانوا يجتمعون ويقرؤون رسائل النور. طبعا خفف بعد ذلك من الضغط الكبير وسمح لهم بالتحرك أو بشيء من التحرك، فانتشرت الرسائل بشكل عجيب، وهدى الله تعالى بها أناسا كثيرين، حتى قدر أتباعه في 1960 بقرابة 1,000,000، وهذا عدد ضخم جدا، ويدلك على مكافأة عجيبة من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل. بالمناسبة كان له خطبة اسمها الخطبة الشامية. خطبة الشامية هذا الرجل في سنة 1910، يعني في مرحلة مبكرة من حياته وعمره 34 سنة، ذهب في الشتاء إلى دمشق وألقى خطبة قوية في الجامع الأموي أمام الناس، وذكر العرب بأمجادهم وإسلامهم، وقال لهم أنتم بدأتم الخلافة وينبغي أن تستمروا، وذكر في خطبته أسبابا لحل مشكلات المسلمين. من الطرائف عن كتبه له كتاب اسمه إشارات الإعجاز في إشارات الإيجاز في مظن الإعجاز، تفسير القرآن الكريم. ألف عدد جزءا كبيرا من هذا التفسير وهو في المعركة مع الروس، بل ألف جزءا من هذا التفسير وهو على صهوة جواده يقاتل ويجاهد الروس. سمعتم بشيء مثل هذا؟ يعني شيء رائع جدا وجميل جدا. وله المثنوي العربي على غرار المثنوي الرومي لجلال الدين الرومي، له المثنوي العربي عبارة عن علوم مختلفة، له وصفة للعوام، رسالة اسمها وصفة للعوام، المثنوي العربي باللغة العربية، وله 130 رسالة هي رسائل النور، هي الرسائل التي بث فيها الحياة في صفوف كثير جدا من الأتراك رجالا ونساء، وكانت له جهود كبيرة. النوريون لم ينسوا للحزب الديمقراطي وقفته معهم. فبعد حل الحزب الديمقراطي جمال جورسل وحله، جاء حزب سمى حزب العدالة ورئيسه سمى سليمان ديميريل. مع أن سليمان ديميريل ماسوني ورجل بعيد عن الإسلام ورجل سيء، لكن النوريون وفاء للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، يعني كانوا ينتخبون حزب العدالة.
وأصروا على هذا. وبسبب آخر أيضا يعني قد نتساءل نحن لماذا لم يحاول النوريون أن يجتمعوا مع إخوانهم أربكان ومجموعات الأخرى، وهذه أمنية في الحقيقة إلى الآن أن يجتمع جماعة النور مع جماعة أربكان، الأردوغان اليوم سمي ما شئت، حتى يكون الإسلام قوة. وتتعجب لماذا ينتخب اليوم النوريون جماعة ييني آسيا. النوريون انقسموا قسمين، جماعة ييني آسيا آسيا جديدة يعني، هؤلاء يعني يدخلون في الانتخابات وكذا، لماذا لا ينتخبون الأردوغان وأربكان؟ هذا سؤال مهم. يعني الإجابة من قسمين، وأنا ما أعذرهم بهذه الإجابة، لكن أقول إجابة من قسمين عندهم، أنه أن هذا وفاء أولا للحزب الديمقراطي الذي قدم لهم الكثير وقدم لتركيا الكثير وأعاد شيئا كثيرا من مظاهر الإسلام. الأمر الآخر الأهم في دعواهم هذه، يقولون إن بديع الزمان أوصانا وأوصى بهذا فعلا، أنه لا يقوم حزب إسلامي حتى يكون 60 إلى 70% تقريبا من الأتراك متدينين. فإذا قام 60 إلى 70% من الأتراك وكانوا متدينين، ساعتئذ يقوم حزب إسلامي، ساعتئذ يعطونه أصواتهم. هذه وجهة نظر، وأنا أزعم أن الأستاذ الكبير بديع الزمان لو جاء عصرنا هذا لسمح لطلاب النور أن يجتمعوا مع إخوانهم وأن يكون جبهة واحدة في تركيا، وهذه أمنية نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحقق. إذن أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة هذه حركة عجيبة لابد أن نقدرها قدرها، وانتشرت. وبعد وفاته كما قلت لكم طلابه أنشأوا مؤسسات ومطابع وطبعوا رسائل النور، ترجموها للغات، ترجمت إلى العربية، ترجمت إلى الأردية، ترجمت إلى الألمانية، ذلك لأن عددا كبيرا من الأتراك في ألمانيا كما تعلمون قرابة 3 ملايين في ألمانيا اليوم ويحتاجون، ترجمت إلى لغات، انتشرت دعوته في باكستان بنغلاديش، لقيت لها صدى كبيرا جدا في سوريا، تعاطف معها بعض العلماء والمشايخ، ذاك لأن حرارة الإيمان والبذل والعطاء والعمل والاجتهاد يورث ذلك كله شيئا كثيرا. وفوق كل ذلك وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك الإخلاص مع الله تبارك وتعالى والصدق. الإخلاص والصدق يورث رجلا ضعيفا لا قيمة مادية له في المجتمع في أقصى شرق الأناضول بعيد عن مراكز التأثير، يورثه مكانة عظيمة ويؤثر في الكماليين أيما تأثير، ويجنن الكماليين ويتعبهم على مدار سنوات طويلة، ويموت يوم يموت مرفوع الرأس مرفوع الهامة، قدم كل ما يملك للإسلام، فكافأ الله تعالى مكافأة دنيوية رائعة جليلة، ونسأل الله تعالى أن يكافئ مكافأة أخروية رائعة عظيمة وأن يلحقنا بها على أحسن حال. تفصيلات حياتي تطول، هذا الذي نستطيعه في هذا الوقت، والوقت قد انتهى، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. ارجعوا لكتبه وطبعوها تلاميذه، تتحدث عن سيرة حياته مطبوعة وبالتفصيل، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في سلسلة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.